بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي اليوم في عدد جديد من برنامج هو الإيمان، نتكلم عن خصلة من أعظم خصال الشر، عن خصلة داء يورث المجتمع إلى الحقد والهلاك. هذه الخصلة وهذه المعصية أول ذنب عصي به الله عز وجل في السماء، وأول ذنب عصي به الله عز وجل في الأرض. الداء هو الحسد. الحسد حين حسد إبليس آدم عليه السلام فخرج من الجنة، وأول ذنب في الأرض حين حسد ابن آدم أخوه فقتله. احذروا من أن تكونوا من أعداء الله عز وجل، وأن تكونوا أعداء نعم الله عز وجل. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب مؤمن الإيمان والحسد. نسأل سؤال: لماذا هذا الحاسد يحسد الناس على ما أتاهم الله عز وجل من فضله، من سيارات أو عمل أو جمال؟ هذا الحاسد لا يرضى بقضاء الله وقدره، كأنه يحاجج الله عز وجل: لماذا أعطيت فلان؟ وليعلش فلانة تزوجت؟ وعلى فلان فعل كذا وكذا وكذا؟ ساخط لقسمة رب العالمين، دائما متذمر وساخط لقسمة الله عز وجل. والله عز وجل يقول: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. نعم، هكذا نجد نصوص القرآن والسنة تبين بأن هذا الحاسد اعترض على قضاء الله عز وجل وقدره. فنتأمل حياة الناس خاصة في هذا الزمان، نرى كم من نفس تتألم من أذى الحاسدين، ونرى كم من بيت خرب وشردوا أولاده وطلقوا إلا بكيد الحاسدين، بل نرى كم من صداقة جمعت في الله عز وجل، اجتمعوا في الله عز وجل، تفرقت بكيد الحاسدين. الحسد حذرنا منه سبحانه وتعالى فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. نعم، جاءت نصوص القرآن وجاءت نصوص السنة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تقاطعوا، حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحاسد، العجب العجاب أنه أول شيء يعيش حياته كلها في غم وهم. أول حاجة تلقى هذا الإنسان حاسد دائما، صدقوني يا إخواني، عايش في هم وغم. الأمر الثاني، دائما عايش في مصيبة. الأمر الثالث، دائما تغلق عليه أبواب التوفيق، ربي ما يوفقه في أي شيء لأنه في قلبه حسد. وشنو الحسد؟ الحسد هو يحب يشوف النعمة هذه تزول من الإنسان هذا. قال الإنسان وما تزوج في قلبه إن شاء الله يطلق، فلانة اشترت سيارة إن شاء الله في دير أكسيدو. هو دائما يحب يشوف هذه النعمة تنحى من الإنسان هذا. هذا هو الحاسد، قلبه مريض هذا الحاسد، يلزم يرجع إلى الله عز وجل. فقلنا دائما تلقاه دائما عايش في هم وغم، ودائما عايش في مصيبة، ودائما كأنه يسخط على الله عز وجل، كأنه متسخط على المجتمع، متسخط على جارته، على جيرانه في العمل. كذلك تبقى له مذمة يعير بها، يبقى دائما يعيروه بها وتبعوا إلى أن يلقى الله عز وجل. أنا أنصح إخواني في من ابتلاهم الله عز وجل بالحساد، أول حاجة يا أخي ويا أختي، تحصن بالله سبحانه وتعالى، خلي أملك بالله عز وجل، ثق في الله عز وجل. عليك بالأذكار صباح والمساء، عليك بآية الكرسي مثل ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، تقوى الله عز وجل، عليك بتقوى الله عز وجل. ثالثا، عليك بالصبر والتوكل على الله عز وجل، والإقبال إلى الله عز وجل، الإقبال على الله عز وجل بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل في الأخير أنه يطهر مجتمعنا من الحاسدين، من الحاقدين،
من الله عز وجل أنه يهديهم ويرزقهم توبة ويرجعوا إلى الله عز وجل. هذه النصيحة ونحن في شهر الرحمة ونحن في شهر رمضان. كذلك نسأل الله عز وجل أنه يحفظكم بحفظه يا رب العالمين. نلتقي إن شاء الله غدا في عدد جديد من هو الإيمان بإذن الله. صح فطوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.